21 من مايو من عام 1522 صدرت فتوى عدد من العلماء الذين جمعهم الإمام محمد بن إسماعيل بنزوة للنهي عن بيع الخيار والحكم بتحريم غلته، ووقعوا محضر الحكم. وحسب معجم المصطلحات الفقهية فإن بيع الخيار هو البيع المشتمل على شرط بجواز الفسخ لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو الأجنبي. الحادي والعشرون من مايو من عام 2000 افتتحت المدرسة السعيدية بمسقط بعد أن جرى ترميمها وإضافة أبنية ومرافق جديدة متطورة. وقد افتتحت هذه المدرسة سنة 1940، وهي واحدة من 3 مدارس نظامية فقط وجدت قبل النهضة الحديثة، هي المدرسة السعيدية بمسقط، والمدرسة السعيدية بصلالة، والمدرسة السعيدية بمطرح. الحادي والعشرون من مايو من عام 2005 عقد المجلس الأعلى للقضاء أول اجتماع له بتوجيه من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد اكتمال منظومة القضاء العماني تنظيميا وقانونيا.